وقعدنا مع قعدنا تاني مع نور هاني الميرز في أولى رابعة ابتدائي مدرسة مجمع درين، بتلون النهاردة أول درس في التلوين، بتلون علم مصر أحمر وأبيض وأسمر، في مجموعة فراشات وأقلام، في مجموعة فاكهة. وقعدنا تاني قناة نور للإعلان على اليوتيوب، تويتر، فيسبوك، مع نور هاني البراز أو فايزة هاني البراز. سوحت بتلون، هي تخلصت تلوين مجموعة الإعلام، سوحت ماشي، بتلون اللون الأسمر، خلصت الأحمر والأبيض، لسه الأسود، لسه الأسمر بتخلصه هي على طول. ايه ده وجعتني. معلش معلش، هنرجع فاصل، هنطلع فاصل مع نور هاني، ونطلع فاصل ونعود تاني إن شاء الله.